ضربات تلو الأخرى تتعرض لها شركة فيسبوك، فالشركة تتعرض لأعلى نسبة هبوط في أسهمها ب3% في آخر 3 أشهر، كما عرفت الشركة مغادرة مسؤولين بارزين في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الشكوك تثار حول وضعية فيسبوك الحالية. هذا بالإضافة إلى الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها شركة فيسبوك لسوء تعاملها مع التطرف والخصوصية والمحتوى السياسي. فهل دنت نهاية فيسبوك أم أنها مجرد كبوة لها ما بعدها؟ مغادرة أبرز رجالات فيسبوك. بعد المشكلات التقنية التي واجهها فيسبوك والتي تسببت في أسوأ عطل في تاريخ الشركة والتي أدت إلى توقف الخدمة الرئيسية بشكل كامل عن المستخدمين على مستوى العالم، وبعد هذا العطل أعلن مارك زوكربيرغ عن تنحي كريس كوكس رئيس قسم منتجات الشركة، إضافة إلى تنحي كريس دانيلز رئيس منصة واتساب. ويعتبر كريس كوكس أبرز وجوه فيسبوك الذي التحق بالشركة منذ 13 عاما، أي بعد عام من تأسيسها. وبدأ كوكس المقرب من زوكربيرغ كمهندس برمجيات في الشركة، وكان له دور في تدشين العديد من التطبيقات الرئيسية كخدمة تغذية الأخبار نيوز فيد، بالإضافة إلى تقلده لعدد من المناصب الكبرى في الشركة كرئيس لقسم الموارد البشرية، ومساهمته في تدشين منصة مكان العمل أو فيسبوك وورك بليس. في حين بدأ كريس دانيلز كرئيس لمنصة واتساب بعد 5 سنوات من إدارة مبادرة إنترنت أورغ التي تعزز التواصل عبر الإنترنت حول العالم. وبهذا الصدد فقد كتب محللون في جي بي مورغان في مذكرة بحثية: نعتقد أن كوكس لعب دورا حاسما في تأسيس مهمة وقيم وثقافة فيسبوك، وكان يحظى باحترام كبير داخل الشركة وخارجها بما في ذلك بواسطة وول ستريت. فيسبوك ومشكلة المحتوى المتطرف. إلى جانب كل من شركتي جوجل وتويتر، تواجه فيسبوك انتقادات بسبب سوء تعاملها مع المحتوى المتطرف على منصتها، خاصة بعد أن قام مسلح ببث مباشر لجريمة قتل نحو 50 مسلما أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد بنيوزيلندا، بالإضافة إلى تداول الفيديو على الشبكات الأخرى للتواصل الاجتماعي. وتعقيبا على الحادثة، قال كليمنت ثيبولت المحلل في منصة انفستينج للأسواق المالية العالمية: البث المباشر لإطلاق النار في نيوزيلندا سيثير بالتأكيد المزيد من الأسئلة بشأن التنظيم والتدقيق على فيسبوك. وأضاف كليمنت: قد ساعد ذلك على توفير منصة للهجوم المروع اليوم، وسيتم بلا شك التشكيك في تسهيل انتشار هذا. وقد أدى البث المباشر لهذا الحدث المروع على فيسبوك إلى تزايد دعوات الناشطين لفيسبوك من أجل الحرص على ضبط المحتوى الذي ينتشر على شبكتها الاجتماعية، خاصة وأن البث المباشر للاعتداء استمر لأكثر من 15 دقيقة. وفي نفس المنحى، قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه يتعين على شركات التواصل الاجتماعي اتخاذ إجراءات لوقف التطرف على قنواتها بعد اعتداء يوم الجمعة. وقد غرد ساجد جاويد عبر حسابه على تويتر قائلا: أنتم يوتيوب، جوجل وفيسبوك وتويتر بحاجة فعلا إلى بذل المزيد من الجهود لإيقاف الترويج للتطرف العنيف على منصاتكم. فهل ستكون كل هذه الانتقادات والاستقالات من شركة فيسبوك هي نقطة بداية نهاية عملاق التواصل الاجتماعي، أم أنها الضربة التي ستجعله أكثر قوة؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.